وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إن الإجراءات الإسرائيلية الظالمة التي وقعت بالأمس في المسجد الأقصى المبارك وما تبعها من إغلاق للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة صلاة الجمعة وباقي الصلوات ورفع الأذان هو إجراء إسرائيلي باطل نرفضه رفضا كاملا. وشعبنا الفلسطيني ومعه الأمتين العربية والإسلامية يرفض هذا القرار ويتصدى له، ولن نسمح إطلاقا بتمرير المخططات الاحتلالية الإسرائيلية للمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك. كيف تقام الصلاة الآن سيد يوسف سلام؟ عفوا المقاطعة، كيف تقيمون الصلاة الآن؟ يقال بأن بعض الفلسطينيين أرادوا على الأقل الاقتراب فقط من المسجد للصلاة في مكان قريب منه. نعم، بالأمس أقيمت صلاة الجمعة على باب الأصباط وهو أحد الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى المبارك، حيث أما المسلمين وخطبهم في صلاة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، والمسلمون مصممون على فتح المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات الإسرائيلية الظالمة. ألستم متخوفون من أي رد الأقصى فعل؟ المسجد المبارك في الليلة الماضية تعرض لتفتيش دقيق مكاتب الأوقاف، مكاتب لجنة إعمار الأقصى، مكتب قاضي القضاء، مكتب المفتي العام، المكاتب الأوقاف الإسلامية تتعرض للتفتيش والكسر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا كله من أجل فرض الهيمنة الاحتلالية الإسرائيلية لمحاولة تقسيم الأقصى زمنيا ومكانيا. على من تعلقون الآمال اليوم سيد سلامة يوسف؟ آمالكم اليوم على من تعلق؟ السلطة الفلسطينية أو أولا على الله سبحانه وتعالى، ثم على أنفسنا بأننا أصحاب حق، وأن الله قد شرفنا بالمرابطة في هذه البلاد، وأننا لن نرضخ للإجراءات الظالمة، كما أننا نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى وبعد أنفسنا ثم عن أنفسنا على أشقائنا في الأمتين العربية والإسلامية، عمقنا العربي والإسلامي. هؤلاء يجب أن يعوا بأن الأقصى. هل تعولون عن العرب يا سيد سلمى يوسف؟ استسمحك سيد سلمى يوسف، أنت تقول بأنه في جانب آخر تعولون على العرب، هل نتحدث عن العرب والانقسامات التي نشهدها في الخليج اليوم لا تحل بين العرب أنفسهم؟ هل ستكون هناك تصعيد كذلك والتحدث حتى عن الطرف الدولي بعض الجمعيات وحتى الأمم المتحدة يعني من ناحية الأممية؟ يا أختي الكريمة، نحن عندما نقول نعتمد على الأمة، هذه الأمة حية ولن تموت، قد تمرض يصيبها مرض عضال لكنها لن تفنى، إنها باقية إلى يوم القيامة كما أخبرنا ديننا الإسلامي الحنيف. فنحن نرى مثلا في الشعب الجزائري، هذا الشعب العظيم، بلد المليون ونصف المليون شهيد، هذا الشعب الذي قدم قوافل الشهداء من أجل فلسطين، أرسل وما زال يرسل الوفود والقوافل لدعم الشعب الفلسطيني المرابط في القدس والضفة والقطاع، هذا الشعب الذي يقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هذا الشعب الذي نتعلم منه الصبر بأنه ما بعد الضيق إلا الفرج. فرنسا احتلت الجزائر 130 عاما وقالت بأن الجزائر قطعة من فرنسا، رحل المستعمر وبقيت الجزائر. وقف ابن باديس رحمه الله وإخوانه قالوا الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا ونحن نسير على نفس الدرب إن شاء الله. ونحن معكم كذلك سيد سلامة يوسف خطيب المسجد الأقصى، كنت معنا مباشرة من الأراضي المحتلة، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة.